السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله هنصور مع بعض حلقه جديده من برنامج ستوري اوف اناليسز او حكايات في التحاليل الطبيه. هنكمل مع بعض شرح السيمن اناليسز. حلقه النهارده هنبدا نشرح الميكروسكوبيك اكزامينيشن وبالاخص الويت بريبريشن. حلقه النهارده هنشوف فيها الابيثيليال سيل، الار بي سيز، الراوند سيل، الاجلوتينيشن وال Aggregation. فركز معايا في كل كلمة هتتشرح في حلقة النهاردة. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. دون مقدمات طويلة هتكشكولك وقلمك، ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. يلا نروح على السبورة وناخد الموضوع واحدة واحدة. بص يا سيدي، بيقولك بعد عملية الإيجاكوليشن، بعد عملية قصف الحيوانات المنوية من الرجل، بتخرج عندي على شكل السيمن، بيخرج عندي على شكل كوأجيوليتد ماسز، على شكل متكتل. لما السيمن بيكون عندي في وضع الشكل المتكتل ده، أنا ما ينفعش أشتغل عليه. أمال بعمل إيه؟ قالك بتعمل إنكيوبيشن للسيمن جوه الانكيوبيتور في درجة حرارة 37، وده بياخد وقت عندي من 15 ل 30 دقيقة عشان يتحول السيمن من الشكل اللزج او المتكتل للشكل السائل شبه الماء الصافي. اول السيمن ما يتحول عندي كده للشكل ده، ابدأ اشتغل عليه. طول ما هو في الوضع المتكتل انا ممنوع اشتغل عليه، تمام؟ طيب بص بقى، انا عندي بفحص بالعدسة 10 وبالعدسة 40. طب العدسة 10 بفحص فيها ايه؟ انك بتشوف فيها الابيثيليال سيل، وبتشوف فيها الريد بلاد سيل الار بي سيز، وبتشوف فيها الراوند سيل. الراوند سيل دي اتقسمت عندي لباس سيل واماتيور جيرم سيل، تمام؟ وكمان بنشوف الاجريجيشن والاجلوتيليشن في السبيرم. طب العدسة 40، قالك العدسة 40 بتشوف بيها المطيل، حركة الحيوان المنوي. النهاردة هنتكلم عن العدسة 10، فركز معايا واحدة واحدة. أول حاجة لازم أقولك نقطة في غاية الخطورة. إيه النقطة دي؟ إن الأدوات اللي أنا هستخدمها في تحليل السيمن لازم تكون درجة حرارتها 37. أعملها إزاي؟ قالك هتجيب السلايد بتاعتك وهتجيب الكفر وهتحطهم في الحضان 5 دقايق او 10 دقايق قبل الشغل. يعني وانت بتفك السيولة او اللزوجة بتاعت عينة السيمن احنا حطينا في الحضان، حط معاها الادوات بتاعتك، تمام؟ يبقى دي اول نقطة. تاني حاجة، لازم تعمل ميكس كويس جدا لعينة السيمن. يا اما تمسك الكب وتعمل له ميكس كده، يا اما تجيب مصة بلاستيك وتسحب من 5 ل 10 مرات، يا اما بالمايكرو بايبيت الاوتوماتيك بتاعتك تسحب من 5 ل 10 مرات. المهم تعمل ميكس كويس جدا وبرفق، واحده واحده، تمام؟ وبعد كده هتجيب السلايد بتاعتك وهتاخد 10 مايكرون من السيمن، وبعد كده هتحطها في نص الشريحه وتيجي حاطط الكفر بتاعك وتبدا تفحص بالعدسه 10. الشخص الطبيعي المفروض ما شوفش فيه كل اللي انا هقوله دلوقتي، يبقى اللي انا هقوله لك دوت بنشوفه في الشخص الغير طبيعي. يلا بينا نمسكهم حاجة حاجة ونقول مدلول وجوده. اول حاجة عندي الابيثيليال سيل، الخلايا الطلائية. قالك دي ليس لها دلالة اكلينيكية، ملهاش قيمة قوي عندي، وانا بشوفها في حالة الانفلاميشن. لما بيبقى عندي التهابات هلاقي الابيثيليال سيل موجودة بنسبة كبيرة، تمام؟ طيب تاني حاجة، قالك الريد بلاد سيل الار بي سيز، وجود الار بي سيز في السيمن بنسميه ايه؟ هيماتو اسبيرميا. يبقى لما الاقي ار بي سيز في السيمن، هنا المصطلح اسمه ايه؟ هيماتو اسبيرميا، تمام؟ طيب حلو الكلام، بنشوفها في حالة الالتهابات، وممكن اشوفها في حالة وجود البلهارسيا في السيمن. هو انا ممكن اشوف بلهارسيا في السيمن؟ ايوه طبعا، وهتلاقي حواليها ار بي سيز. يبقى دي حاجة مهمة جدا جدا معانا. بعد كده ركز معايا في اللي جاي ده لانه مهم قوي. قالك الراوند سيل او الخلايا المدورة. الراوند سيل عندي اتقسمت لحاجتين، اماتيور جيرم سيل ووايت بلاد سيل او باس سيل، تمام؟
لازم تبقى عارف نقطة مهمة، ان انا ما بقدرش افرق ما بينهم بالعدسة العادية، ولكن عشان افرق ما بينهم لازم اسبغ، وعشان كده انا بكتبها في التقرير عندي راوند سيل، ما بحددهاش، لان انا بالعدسة العادية ما اقدرش افرق ما بينهم. تمام؟ طيب تعالى ناخد الاماتيور جيرم سيل، خلايا منوية غير مكتملة النمو، بنشوفها في عدد الحيوانات المنوية القليل وفي حالات الالتهابات. ركز بقى معايا في اللي جاي ده قوي، البصل او الوايت بلود سيل، وجوده في السيمن يسمى ايه؟ يسمى بايوسبيرميا، بي واي او سبيرميا، تمام، او ليكوسايتوسبيرميا. يبقى لما الاقي صديد في السيمن ده اسمه بايوسبيرميا او ليكوسايتوسبيرميا. تمام؟ طيب حلو الكلام. بص يا سيدي، الوايت بلاد سيل دي بتفرز لي ماده اسمها ار او اس، رياكتيف اوكسجين سبيشيز، ار او اس رياكتيف اوكسجين سبيشيز. تمام كده؟ طيب حلو الكلام. الماده دي بتاثر لي على الخلايا الحيه وبتاثر لي على السبرم كمان. جميل. طيب ممكن تاثر لي على ايه في السبرم؟ قال لك هتاثر لي على غشاء الحيوان المنوي، وممكن تاثر على الدي ان ايه، وكمان ممكن تاثر على حركه الحيوان المنوي. وخلي بالك وجود الصديد في السبرم واحد من اهم عوامل تاخر الانجاب. تمام؟ واحد من اهم عوامل ايه؟ تاخر الانجاب. طيب لما بلاقي صديد عندي في السبرم في السيمن، لما بلاقي صديد عندي في السيمن بعمل ايه؟ بتكتب recommended for culture and sensitivity، بعد اذن حضرتك اعمل لي مزرعه للسيمن عشان الصديد دوت. امتى اشوف صديد عندي في السيمن؟ قالك في حاله الامراض المناعيه وفي ضيق مجرى البول وفي حاله الانفكشن بالكلاميديا والهيربس والجونوريا والاشريشيا كولاي. البص ده حاجة خطيرة جدا. تمام؟ طيب وقلنا لا يتم التفريق بين الوايت بلاد سيل والإماتيور جيرم سيل بالطريقة العادية أو بالعدسة العادية، ولكن يتم التفريق عن طريق الصدغ. نركز بقى مع بعض في الجزء الثاني من حلقة النهاردة، وهو الأجلوتينيشن والأجريجيشن، التجميع والالتصاق. بص يا سيدي، أول حاجة الأجريجيشن. قالك يعني ايه aggregation؟ قالك ان الحيوان المنوي هيتجمع حوالين الميوكاسريد او الخلايا. يبقى الaggregation معناه تجمع الحيوان المنوي حوالين المخاط او الخلايا، سواء بقى الحيوان المنوي ده حي او ميت. حلو الكلام؟ حلو الكلام. في الشخص الطبيعي هو absent، مش موجود. طب لو هو موجود بنكتبه ازاي؟ بتكتب كالاتي: non-specific aggregation. non-specific aggregation لو هو مش موجود بتكتب ايه؟ absent. طب لو هو موجود بتكتب ايه؟ بتكتب non-specific aggregation present between active sperm and mucocerate. تاني: non-specific aggregation present between active sperm and mucocerate. تمام؟ ده كان ايه؟ الaggregation. تعال نروح للأجلوتينيشن. الأجلوتينيشن معناها الترص أو التلزم. تمام؟ قالك ده بكل بساطة تعريفها هو التصاق الحيوان المنوي بالحيوان المنوي الآخر. يبقى الأجريجيشن الحيوانات المنوية مش لازقة في بعضها، هي متجمعة حوالين حاجة. أما الأجلوتينيشن هو التصاق الحيوان المنوي بالحيوان المنوي الإيه؟ الآخر. جميل؟ طيب قالك في اشكال كتيره للالتصاقات، ممكن الراس تمسك في الراس، او الديل في الديل، او الجزء الاوسط في الجزء الاوسط، او الراس في الديل، او اي حاجه في اي حاجه. تمام؟ طيب نكمل مع بعض. لازم تبقى عارف نقطه مهمه جدا، ان اوقات السيمن بيحصل له اختلاط مع الدم. تمام؟ فالدم يطلع له انتي بودي، الانتي بودي ده يموت السبرم بتاعتي، فيخلي السبرم ايه؟ تلتصق ببعضها. عشان كده لما بلاقي عندي agglutination بكتب كومنت مهم جدا: recommended for anti-sperm antibody، بعد اذن حضرتك اعمل لي تحليل anti-sperm ايه؟ antibody. دي حاجة مهمة جدا.
طيب كمان لازم تبقى عارف نقطة مهمة جدا، ان الاجلوتينيشن واحد من اهم اسباب تأخر الانجاب. جميل. طيب انا دلوقتي هعمل لكم كاتيجوري او كلاسيفيكيشن، تقسيمة لمين؟ للاجلوتينيشن. قال لك التقسيمة عندي اتقسمت لجزئين على حسب السايت، على حسب هي ملزقة مع بعضها في ازاي، يعني راس في راس ولا الديل في الديل، وعلى حسب النمبر انا عندي كم التصاق للايه للحيوان المنوي. يلا ناخدهم واحدة واحدة. اولا الكاتيجوري بتاعي هنقسمه للسايت وللنمبر. تعال نشوف على حسب السايت، اكتب بقى ورايا جريد A، وده قال لك هيد تو هيد، الراس في الراس، تمام. جريد B، تيل تو تيل، الديل في الديل، تمام. جريد سي، تيل تيب تو تيل تيب، يعني ايه؟ يعني طرف الديل في طرف الديل، تمام. جريد دي قال لك ده ميكسد، مختلط. واخيرا جريد سي ده تانجل، كله ملزق في بعضه. نقولهم تاني بسرعه، جريد A قال لك هيد تو هيد، جريد B تيل تو تيل، جريد C تيل تيب تو تيل تيب، جريد D ميكسد، جريد E تانجل، تمام. طيب ده كان على حسب ايه؟ السايت. طب تعال نروح على حسب النمبر. قال لك لو لقيت عندك التصاق 10 حيوانات منويه ببعض او اقل، ده بيكون جريد 1 وبنسميه ايزوليتد. طيب لو لقيت عندك من 10 حيوانات منويه ل 50 حيوان منوي، ده بيكون جريد 2 وبنسميه مودريت، تمام. طيب لو لقيت عندك مور ذان 50 حيوان منوي ملتصقين ببعض، قال لك ده جريد 3 وبنسميه لارج، تمام. طيب اخيرا جريد 4 اللي هو الجريد رقم 4، قال لك اول سبيرم، كل الحيوانات المنويه لازقه في بعضها، وراح كاتب لك بين قوسين نو سبيرم فري، ما عندكش حيوان واحد حتى فري، تمام. حلو الكلام، وده بنسميه جوس. يبقى نقولهم تاني، جريد 1 عندك لزان 10 حيوانات ماسكه في بعضها، جريد 2 من 10 ل 50 حيوان ماسكين في بعض، في جريد 1 بنسميها ايزوليت، جريد 2 بنسميها مودريت، جريد 3 قال لك مور ذان 50، اكتر من 50 حيوان ماسكين مع بعض، وهنا بنسميه لارج. اخيرا جريد 4 قال لك اول سبيرم نو سبيرم فري، ما عندكش حيوانات منويه فري، وهنا بنسميها جوس. ازاي اكتب النتيجه بتاعتي؟ احنا لقينا 20 حيوان ماسكين في بعض، ماسكين الديل في الديل. طيب انا عندي 20 سبيرم، ده يبقى جريد كام؟ تعال نبص على السبوره، قال لك جريد 2 من 10 ل 50، يبقى انت هنا مودريت، تمام كده. طيب هما ماسكين في بعض ازاي؟ قال لك عن طريق الديل في الديل، الديل في الديل يبقى جريد بي، تيل تو تيل. تكتب بقى ازاي؟ تكتب جريد 2 مودريت، يبقى انت هنا عندك 20 حيوان ماسكين في بعض، تمام. سايت، السايت بتاعه احنا قلنا ايه؟ بي، وتيجي كاتب تيل تو تيل، يبقى جريد 2 مودريت سايت بي تيل تو تيل. دي كانت حلقة النهاردة في الويت بريبريشن، أتمنى الحلقة تكون مفيدة. الحلقة الجاية هنتكلم عن الموتيليتي بإذن الله. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاك كابتن أنسس، باي.